السلام عليكم خامس، اليوم رح نحكي بالفيديو عن درس جديد بعنوان الطاقة الميكانيكية. هلا كلنا يا خامس، مثلا تخيل مثلا انه انت بتمشي. هلا مش انت لما تمشي بصير في جسمك فيه طاقة، ولما تركض بتزيد عندك هاي الطاقة. ففي هاي الحالة انت لما تكون تمشي بعدين تركض، شو بصير في جسمك؟ بصير في طاقة حركية. فالطاقة الحركية هي عبارة عن شكل من أشكال الطاقة الموجودة في الأجسام المتحركة، يعني أي جسم بيتحرك حيكون في عنده طاقة حركية. خلينا مثلا نتخيل أنا في عندي شاحنة وعندي سيارة، تمام؟ والشاحنة والسيارة بتحركوا. هلأ سرعة الشاحنة بتختلف عن سرعة السيارة، إشي طبيعي. ليش؟ أن الشاحنة حجمها كبير، فبالتالي سرعتها يجب أن تكون قليلة، وبالتالي طاقتها شو مالها؟ طاقتها يجب أن تكون إيش؟ قليلة. أما السيارة بدها تكون سرعتها أكبر من سرعة الشاحنة لأنه حجمها بيكون أقل، فبالتالي إيش؟ حتكون طاقتها الحركية أكبر. إذا الطاقة الحركية هي عبارة عن شكل من أشكال الطاقة التي تمتلكها مين؟ تمتلكها الأجسام المتحركة. خلينا نحكي في البداية عن أشكال الطاقة. الطاقة شكلان، طاقة الوضع والطاقة الحركية. إذا شو أشكال الطاقة يا خامس؟ شكلان، طاقة وضع وطاقة حركية. هل طاقة الوضع هي عبارة عن، رح نحكي عنها بالتفصيل بس رح أحكي لكم هيك عنها بشكل بسيط. طاقة الوضع هي عبارة عن طاقة موجودة في الأجسام الساكنة، ماشي، موجودة في الأجسام الساكنة يعني اللي ما بتتحرك. أما الطاقة الحركية هي عبارة عن الطاقة الموجودة في الأجسام المتحركة، تمام؟ إذا شو أشكال الطاقة؟ شكلين، طاقة وضع وطاقة حركية، تمام؟ طاقة الوضع موجودة في الأجسام الساكنة، تكون مخزنة في الأجسام الساكنة اللي ما بتتحرك. أما الطاقة الحركية هي الطاقة الموجودة في الأجسام المتحركة. خلينا نبلش في الطاقة الحركية. طبعا الطاقة الحركية زي ما أعطيتكم عن مثال السيارة والشاحنة، إيش بتعتمد الطاقة الحركية؟ على عاملان. إذا على ماذا تعتمد الطاقة الحركية؟ تعتمد على عاملان، سرعة الجسم وكتلة الجسم. إيش بتعتمد على سرعة الجسم وكتلة الجسم؟ هل الجسم اللي سرعته عالية تكون طاقته الحركية إيش؟ أعلى. إذا السرعة العالية يعني طاقة حركية عالية، والكتلة الكبيرة يعني طاقة حركية كبيرة، تمام؟ إذا كل ما زادت سرعة الجسم تزداد طاقته الحركية، وكلما زادت كتلة الجسم تزداد طاقته الحركية. عندي هنا مثال، طلعوا عليه هذا المثال. هلا الشاحنة بتمتلك قدر أكبر من الطاقة الحركية مقارنة بالسيارة اللي بتتحرك بنفس السرعة. هلا خلينا نتخيل عندي سيارة وعندي شاحنة بتحركوا الثنتين بنفس السرعة، مين راح تمتلك طاقة حركية أكبر؟ أكيد الشاحنة. ليش؟ أنه كتلتها أكبر. أما إذا تحركت الشاحنة بسرعة أقل، بسرعة أقل، والسيارة بسرعة أكبر، مين رح يكون عندها طاقة حركية أكبر؟ اللي هي مين؟ السيارة، تمام؟ هلا خلينا نتخيل عندي مثلا سيارتين، والسيارتين هم نفس الكتلة، السيارتين هما نفس الكتلة، وين رح تكون الطاقة الحركية أكبر؟ عند السيارة التي تتحرك بسرعة أكبر، تكون الطاقة الحركية أكبر عند السيارة التي تتحرك بسرعة أكبر، تمام؟ هلا يا خامس ننتقل إلى الشكل الثاني من أشكال الطاقة وهي طاقة الوضع. طاقة الوضع هي شكل ثاني من أشكال الطاقة. حكينا أنه في عندي شكلان من الطاقة، طاقة حركية وطاقة وضع، والطاقة الحركية هي الطاقة الموجودة في الأجسام المتحركة، وحكينا في عندي بتعتمد على عاملان، سرعة الجسم وكتلة الجسم. هلا رح ناخذ عن مين؟ عن الشكل الثاني وهو طاقة الوضع. طاقة الوضع حكينا هي عبارة عن الطاقة المختزنة في الأجسام الساكنة يعني اللي ما بتتحرك. إذا نعرف طاقة الوضع هي طاقة تختزن في الجسم وترتبط بموضعه. كيف يعني ترتبط بموضعه؟ يعني ترتبط وين هي، وين موجودة، تمام؟ إذن كمان مرة، عرف طاقة الوضع هي طاقة تختزن في الجسم وترتبط بموضعه. كمان مرة، عرف طاقة الوضع هي طاقة تختزن في الجسم وترتبط بموضعه. طب على ماذا تعتمد طاقة الوضع يا خامس؟ على ماذا تعتمد طاقة الوضع؟ طاقة الوضع تعتمد على عاملين، ارتفاع الجسم عن سطح الأرض، والعامل الثاني كتلة الجسم. كتلة الجسم. هلا مش حكينا عن الطاقة الحركية؟ حكينا الطاقة الحركية بتعتمد على عاملين اللي هي سرعة الجسم وكتلة الجسم. نفس الشيء بطاقة الوضع، ايش بتعتمد؟ تعتمد طاقة الوضع على عاملين، هو ارتفاع الجسم عن سطح الأرض، قديش بيرتفع الجسم عن سطح الأرض، وكتلة الجسم. طبعا كلما زاد ارتفاع الجسم عن سطح الأرض شو بصير بطاقة وضعه؟ تزداد طاقة وضعه. اذا كلما ارتفع الجسم عن سطح الأرض تزداد طاقة وضعه. طبعا هون شايفين في عندي هون هاي المزلقة، هاي الموجودة في الحدائق،
والأماكن الترفيهية. هلا مثلا عندي أنا هون البنت وين موجودة في الموضع، هون عندي هون تكون هي لسه قاعدة صح؟ هلا هي لما تكون قاعدة هون هذا يعتبر الموضع الأول، وهنا في عندي موضع ثاني، مين اللي بيكون ارتفاعه أكبر عن الأرض؟ اللي هو الموضع الثاني. ها طلع الموضع الثاني كيف مرتفع عن الأرض من هون لهون، أما الموضع الأول ارتفاعه مش كثير، يعني هي ارتفاع الموضع الأول، هي ارتفاع الموضع الثاني. وين ارتفاع أكبر؟ عند الموضع الثاني، معناته وين طاقة الوضع راح تكون أكبر؟ عند الموضع الثاني. إذا طاقة الوضع عند الموضع الثاني أكبر من طاقة الوضع عند الموضع الأول، ليش؟ إنه ارتفاع الموضع الأول أقل من ارتفاع الموضع الثاني.